في سؤال عشان الوقت دكتور ناجي، سؤال آدم وحواء، هل يمكن أنه آدم وحواء يعمروا الأرض عبر آلاف السنين لكي يصل تعداد البشر على الأرض أكثر؟ اليوم طبعا 8 أو 8 وشوية مليار نسمة. تمام، دي طبعا ممكن جدا يحصل هذا الكلام، وأنا بوريك دلوقتي الكيرف ده اللي قدامنا اللي بيوري أنه من بدء العالم من أو وقت الخليقة لحد الطوفان، في الطوفان خرجوا 8 أشخاص، وده الكيرف اللي بيودينا لتعداد البشر عمال يزيد يزيد يزيد، وبعد كده الزيادة بتبقى زيادة غير عادية، كبيرة قوي 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 قوي، بيسموها متوالية هندسية. معدل الزيادة دلوقتي عالي جدا، وصلنا لحوالي 8 مليار زي ما حضرتك قلت، وده بالحسابات وبالمنطق محسوب جدا، وما فيش أي مشكلة أنه يحصل، لأنه لو التعداد بيزيد باثنين وثلاثة من عشرة كل جيل، فده يوصل العدد من ست أشخاص أو ثمان أشخاص، بس احنا نعرف أنه سام وحام ويافس وزوجاتهم هم اللي عمروا العالم، هنقدر نشوف أن هذا الكيرف بيورينا إزاي الرقم ده وصل عبر آلاف السنين، مش محتاجين ملايين السنين عشان ده يحصل. لو الكلام بتاع النشوء والارتقاء صح، إنه الإنسان ظهر على الأرض من حوالي 150 ألف سنة وابتدى يتكاثر زي ما احنا عارفين معدلات التكاثر، ما كانش هيبقى فيه خرم إبرة على الأرض الناس تقف عليه. ده احنا خلال 6000 سنة من تاريخ الإنسانية وصلنا لهذا الرقم. فلو انت هتقول 150 ألف سنة، ده كانت هتبقى مشكلة كبيرة قوي. لا، وبعدين الحروبات والموت والكوارث. اللي حدث يعني خلال كل هاي السنوات، يعني حتما كان طبعا. العدد بكون كمان أكبر. أنا بتكلم على 6000 سنة، الفكر الكتابي طبعا. يس بالظبط، كل الحاجات دي محسوب فيها الكوارث الطبيعية، يعني مثلا الإنفلونزا الإسبانية قتلت حوالي 50 مليون شخص. فالحاجات دي محسوبة ومحسوب فيها الكوارث والتاريخ اللي حصل والأمور دي كلها. اوكي، دي مش مشكلة أبدا أبدا لفكر الكتاب المقدس وفكر إن في شخصين يقدروا يعمروا خلال آلاف السنين مش ملايين السنين. لو ملايين السنين كان يبقى عدد مهول على الأرض. مش راح تسع الأرض، محتاجين شوية كواكب تانية. تمام، مفيش كوكب مناسب نعيش فيه يا أسيس نزار. هي مزبوط، الأرض اللي ربنا خلقنا عليها وعايزنا بالسكن نعيش عليها ونعمرها.